في تعز اختتمت الأمم المتحدة ورشة حول توطين الإطار الاقتصادي للانتقال من التدخلات الإغاثية والاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة. الورشة التي شاركت فيها السلطة المحلية ووكالة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعز تهدف إلى تنفيذ آلية حول خطة الإطار الاقتصادي بالشراكة بين منظمات الأمم المتحدة والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للدفع بعجلة التنمية في المحافظة. وخلال الورشة تم تحديد التدخلات في مجالات الحكم الرشيد والسلامة والأمن والتدخل في بعض الخدمات العاجلة. وقال محافظ تعز نبيل شمسان إن اختيار محافظة تعز لتنفيذ مشروع الإطار الاقتصادي جاء لتوفر كافة المقومات التي يتطلبها المشروع. نحن السعداء وفخورون بأنه تم اختيار محافظة تعز كنموذج تتوفر فيها كل المقومات، مقومة الاقتصادية، الكادر البشري المتعلم القادر على قيادة هذه التجربة إلى بر النجاح، القطاع الخاص القوي والمنظم القادر أيضا على إحداث التنمية الاقتصادية وهو موجود ومنتشر، يعني ليس على مستوى اليمن فقط ولكن على مستوى الوطن العربي والعالم. يعني هذا القطاع الاقتصادي وأبناء تعز أيضا الموجودون والمنتشرون في كل مكان، كل هذه المقومات وغيرها جعلت من تعز اختيار حقيقي وملائم. And on basic service delivery, integrated service delivery. ومن الأولويات الأساسية التي تحدثنا بها كانت حول الحكم الرشيد وأيضا تقديم الخدمات الأساسية الاجتماعية الأساسية. تم تحديد آلية لتنفيذ هذه المخرجات تتمثل بثلاثة مستويات، مستوى على المستوى الاستراتيجي يعني على مستوى محافظة المحافظة مع ديفيد جيرسلي الممثل المقيم في اليمن، أيضا مستوى فني أوسط، ثم مستوى أيضا أدنى على مستوى القطاعات. تم تحديد أهم التدخلات، سيتم التدخل بقضية بناء القدرات في الحكم الرشيد، بقضية إيجاد آلية للرقابة والشفافية، بقضية كيف نستفيد من هذه الموارد سواء كانت خارجية عبر المنظمات أو موارد محلية، أيضا كيف نعمل على دعم الاستقرار الأمني.